بعض المسلمين يرون في الحديث عن النبي ومحبته والتقرب إليه ومراداته والاقتداء بسنته مغالاة في الحب، ويقولون والله لو طلبت من الناس بحب الله كما يحبون النبي نعم. لا أصبح سلوك البشر غير البشر، ولا انتفت الشرور وتضاءلت وتلاشت من حياتنا. فانتوا قاعدين تكلموا الناس في حب النبي، نعم نحب، في غلو، في مبالغة، ايوه في مبالغة، نحب النبي ونحب، بس يعني مش لحد درجة نخليه زي ربنا. انتوا قاعدين الكلام اللي بيتقال عن النبي بتتكلموا في النبي اكتر ما بتتكلموا عن ربنا. اقول ان هذا الكلام اللي تقوله للأسف موجود، وللأسف الفترة الأخيرة بدأ ينتشر. نعم، وهذا لا اقول فقط انه خطأ، اقول انه جريمة ترتكب في حق الله قبل ان تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إن توهم أي إنسان أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مقارن بحبه لله، بحيث عندما أقارنه ينبغي أن أجعله دون، حتى لا يكون مستوى الربوبية فيكون غلو وشرك، لا أخليه شوي قل، مش شوي، حبتين أقل من ربنا. هذا النوع من المقارنة هو نفسه الشرك الخفي، هذا الغلط، هنا الخطر. نعم، لأنك جعلت حب النبي منفصل عن حب الله. نحن لا يوجد عندنا في ديننا شيء اسمه حب للذوات إلا ذات الله سبحانه وتعالى، لكن نحب من أحب الله ونحب هذا أكثر من ذات بقدر حب الله تعالى له أكثر. فحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو من حبنا لله سبحانه وتعالى، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أحبوني بحب الله، ربط حبه بماذا؟ بحب الله. ثم اسمع الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث صفات يقول إذا وجدت في أحد سيذوق حلاوة الإيمان. إيش أول صفة؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب لو كان بالفعل في شبهة في الكلام عن الإكثار من كلام حب الرسول، وفي تخوف أنه توصل للمبالغة للشرك أو لحب الله، هذا تهريج يعني، كلام سخيف، لكن لو كان هناك شبهة ما كان رسول الله قرن بين حبه وحب الله على هذا النحو، كان ممكن يقول أن يكون الله ثم رسوله أحب إليه مما سوى الله ثم رسوله. شوف لما جاء الكلام عن المشيئة رفض النبي الجمع، لما قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، قال بل قل ما شاء الله ثم شئت. نعم، يعني رفض في المشيئة أن يحصل الاقتران، لكن لما جاء في الحب ماذا قال؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا ضمير مثنى جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. لو كان هناك أدنى شبهة خطر كان ممكن النبي يتكلم بهذه الطريقة؟ لا يتأتى أبدا. نعم، لأن الأصل في النظرة إلى حب رسول الله أن حب الرسول من حب الله. لماذا أحب الرسول أكثر من نفسي ومالي وأهلي وولدي والناس أجمعين كما قال هو صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن حبك له بسبب حب الله له، وبسبب اصطفاء الله له، ولأنه محبوب الله عز وجل، ولأن إيماني لا يكمل إلا بحبي له. لو كان هناك بالفعل خطر في أن يشتبه حب الله بحب الرسول وغلو ومبالغة أو بقية الكلام السخيف هذا التافه الذي يكرر، ما كان أبدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليربط الإيمان بحبه هو. نعم، يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله ووالده وولده والناس أجمعين. طيب ليش هو النبي محتاج عنده عطش حب؟ النبي لا يحتاج إلى حب أحد منا، الله أحبه واصطفاه واختاره ورفع قدره، لكن نحن محتاجون إلى أن نحبه. لماذا؟ قال أن لو صار النبي أحب إليك من نفسك ودعتك نفسك إلى مخالفة هديه لن تؤثر نفسك عليه، لأنه أحب إليك من نفسك، ستترك رغبة نفسك لرغبته صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه أحب إليك من نفسك. فمسألة الكلام عن، لا أستطيع أسميها مبالغة، الكلام عن تعميق حب رسول الله، لأن مهما أحببناه لن نبالغ، لن نفيه وحقه، فكيف نبالغ؟ الكلام عن الامتلاء بحب الرسول صلى الله عليه وسلم معناه ازدياد الإيمان، فكيف الرسول يربط بين زيادة محبته وزيادة الإيمان ونحن نأتي ونخالف السنة ونربط بين زيادة محبته واحتمال الشرك؟ هذا تناقض. السبب من أين جاء؟ السبب لوثة في عقل من يفكر بهذه الطريقة، يعني لوثة وسواس الشرك موجود في هذه العقول، أنه يخاف لو حبينا كثير يعني ممكن يزيد يوصل لحب الله. أنت لا تفصل بينهما، أنا حبي للكعبة ليس للأحجار الموجودة، حبي للكعبة لأنها بيت الله،
أنا حبي للمدينة ليس للتراب فقط الذي فيها، أحببت التراب الذي فيها لكونها مدينة رسول الله. أنا أحببت القرآن ليس لفخامة الورق الذي وجد فيه ولا للحبر الذي طبع به، لأنه كلام الله. أنا أحببت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حبيب الله. فإذا حبي للكعبة حب لله، وحبي للمصحف حب لله، وحبي لسيدنا النبي هو حب لله سبحانه وتعالى، لأني أحببته أصلا من حبي لله عز وجل. فقضية توهم المغايرة المنافسة بين الله ورسوله هذا وسواس ومرض يخشى على صاحبه هو من أن يعيش هذا الوسواس. الصحابة ما عاشوا هذا الوسواس، الصحابة فدوا بأرواحهم، الصحابة حبوا أكثر من كل شيء، الصحابة حتى رغباتهم وشهوتهم في الأكل صارت تبعا لما يأكل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. الصحابة رأوا كل شيء متصل به عظيم مقدس مجل محل إجلال. العرق سلتوه، الوضوء إذا توضأ كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه. الواو إذا صارت مفتوحة وضوء يعني الماء المستعمل في الوضوء ووضوء الفعل نفسه، كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه يعني الماء اللي يتقاطر من وضوءه يتسابق الصحابة إليه فيأخذون ويمسحون به وجوههم، والذي لا يدرك يأخذ من بلل يد الآخر. طيب هؤلاء ما يعلمون أنه بشر؟ لما حلق شعره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعم قال الأمر الحلاق أن يقسم الشعر نصفين، نصف له ونصف يقسمه على من حضر. طيب لو كان المسألة التبرك به بآثاره التعلق بهذه المعاني فيها شبهة شرك هو سيوزعها صلى الله عليه وسلم؟ هو المؤتمن على التوحيد. وكاد الصحابة يقتتلون كل واحد يريد شيء، فلما رأى الأمر لم يكفي المجموعة التي كانوا حواليه في تلك ذلك الموقف أمر من حلق له أن يقسم النصف الذي عنده إلى نصفين، ونال سيدنا خالد بن الوليد خصلة من الشعر الشريف ووضعها سيدنا خالد بن الوليد في خوذته في الجهاد بعد ذلك. يعني يلا حد يصحح عقيدة خالد بن الوليد لو المسألة فيها خطأ. حتى قالوا أنه في معركة من المعارك بعد أن فر يعني كر وفر ذهاب وإياب بعد أن رجع هجم على الجيش العدو وحده وهكذا بانفعاله باندفاع، فاستغربوا كاد يقتل ثم عاد. قالوا ما بالك؟ قال خوذتي سقطت فاسترجعتها. قالوا خوذة؟ كنت أهلك وأنت أمير الجيش قائد المسلمين من أجل خوذة؟ قال إنها خوذة فيها خصلة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أرضى روحي تذهب معنى الكلام ولا تطأها خيل العدو. أحمد بن حنبل إمام السنة في عصره كان لديه شعرة من شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه بالتلقي بالسند، فأوصى أن توضع على عينيه عندما يكفن تبركا بشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عقيدة السلف إذا كنا نتكلم عن عقائد السلف، هكذا كانوا في نظرتهم للنبي. ما قال أحد منهم أن هذا ربما وربما. سيدتنا ميمونة زوجة الرسول صح عنها رضي الله تعالى عنها أنه كان لديها جبة من جبب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله. قالوا كان إذا مرض أحد من الصحابة يتطببون بالعشب وغيره، لكن إذا مرض أحد منهم تغسل تبل هذه الجبة وترسل غسولها ماءها فيشفى من ساعته يشفيه الله عز وجل. يلا تعالوا صححوا عقيدة سيدتنا ميمونة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان السلف وهكذا سنكون. لكن كانت كلمة وهي ما أختم به، أحد أشياخنا العارفين بالله يقول أن المسألة ليست في قضية إيجاد الدليل من عدمه، الأدلة موجودة والأدلة حتى العقلية موجودة، لكن المشكلة في الحب. نعم. الذي يحب لا يرى إشكالا، والذي لم يكتمل حبه لا أقول لا يحب لكن لم يكتمل حبه لم ينضج كل شيء عنده فيه إشكال.